أعضاء البرلمان الليبي يؤكدون أهمية وحدة وسيادة ليبيا على كامل أراضيها. رئيس الانتقالي بالسودان يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المباحثات مع قوى التغيير. مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة البعثة الأممية لدى الحديدة في اليمن لمدة 6 أشهر إضافية. السادسة مساء في القاهرة والرابعة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع حسام حداد، إليك حسام. أهلا بك دينا، أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين. أكد أعضاء مجلس النواب الليبي على وحدة وسيادة ليبيا على كامل أراضيها، مشددين على أن حل الأزمة يكون عبر البرلمان. كما شدد أعضاء مجلس النواب الليبي في ختام اجتماعهم بالقاهرة على مدنية الدولة والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاما بالإعلان الدستوري وتعديلاته. هذا وأعرب المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور المصري الداعم لجهود المصالحة الليبية. طبعا نجدد شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية وللبرلمان المصري ولشعب مصر وحكومة مصر على هذه الاستضافة وعلى حرص مصر على الأمن والاستقرار في ليبيا. هنالك الكثير من القضايا الشائكة في ليبيا، لكن ما تم تحقيقه اليوم يعتبر إنجاز في الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة. نقاط هامة جدا تم الاتفاق عليها وتم إعلانها في بيان اليوم. الآن هنالك تأكيد وهنالك أيضا سعي لأن يكون هنالك عملا داخليا وخارجيا، وبكل تأكيد مصر سوف تكون الدعم الأول لليبيا في أكثر من نقطة. النقطة الأولى هي مساعدة عمل مجلس النواب في الجانب الإقليمي والدولي، وكذلك تقريب وجهات النظر بين السادة أعضاء مجلس النواب لخروج مجلس النواب برأي موحد من أجل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. قررت الحكومة الجزائرية إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل بسبب ادعاءات فساد. وقالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن قرار إيقاف بلعبدي عن العمل مستمر حتى انتهاء التحقيقات. بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف الوصول لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. هذا وأكد المبعوث الأمريكي التزام بلاده بمساعدة الشعب السوداني في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، ولفت إلى أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن. كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة بولاية شمال كردفان بالسودان عن فتح أكثر من 10 بلاغات متعلقة بتلك الأحداث. وأوضح رئيس اللجنة العقيد صلاح عبد الرحمن أن البلاغات التي تم فتحها شملت بلاغات بالسرقة والإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى أن اللجنة اطلعت على الأحداث التي وقعت في الولاية وتم حصر وتقييم الخسائر التي نتجت عن تلك الأحداث. أعلنت وسائل إعلام عربية عن تسليم الكويت للخلية الإرهابية المضبوطة إلى مصر، وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت عن ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قطر تسعى للمساومة مع الولايات المتحدة بسبب علاقة الدوحة مع جماعة الإخوان الإرهابية. وبحسب تقرير إذاعة قناة وان نيوز الأمريكية، فأن قطر تسعى لإقناع واشنطن بأن العلاقة مع الإخوان يمكن الاستفادة منها، مشيرة إلى أن الدوحة صرفت أكثر من 1.5 مليار دولار لمؤسسات العلاقات العامة في واشنطن. أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله. وشدد وزير الخارجية البحريني على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة ضد قطر التي تضمن ردعها وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة لدول الرباعية العربية. ندد عبد الرحمن عبد الشكور زعيم حزب وجر المعارض في الصومال بتدخل قطر في الشؤون الداخلية لبلاده، واعتبره تدخلا سافرا. وقال عبد الشكور إن سفير الدوحة في الصومال يلعب دورا مشبوها ولا يقتصر على التمثيل الدبلوماسي والسياسي، وإنما السعي للسيطرة على مقدرات الشعب الصومالي، حيث تتخذ الدوحة من سفارتها غرفة عمليات للسيطرة على الصومال وتعكير صفو استقراره. كشفت وثائق حصلت عليها مجلة ديرشبيجل الألمانية الخاصة أن ناصر الخليفي المالك القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضلل المحققين وانتهك قواعد انتقال اللاعبين. وبحسب ديرشبيجل، فإن الخليفي أرسل خطابا لمسؤول قطري كبير مقرب من تميم بن حمد الذي لم يكن قد تولى منصب أمير قطر بعد، يطلب فيه دفع 2 مليون يورو لوكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري الذي انتقل للنادي الفرنسي في صفقة تكلفت 40 مليون يورو في العام 2011. وأضافت أن الخليفي طلب أيضا 200,000 دولار تحت بند نفقات لشركة قطرية خاصة يديرها شقيقه. وتحظر قواعد انتقال اللاعبين دفع رؤساء الأندية أي مبالغ مالية لوكلاء اللاعبين. اعتقلت الشرطة الإيطالية 3 أشخاص بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الأسلحة خلال حملات مداهمة لمقار جماعات يمينية متطرفة. وقالت الشرطة إنها عثرت على بنادق آلية وأعيرة نارية خارقة للدروع ومسدسات وشعارات نازية وبعض صواريخ أرض جو التي يستخدمها الجيش القطري، مشيرا إلى أن أحد المقبوض عليهم خسر انتخابات مجلس الشيوخ عن حزب فورتا نوفا الفاشي عام 2001. شدد مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمحاربة خلايا داعش النائمة، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي ما زال يشكل خطرا على الشرق الأوسط. ما زال هناك عمل كبير يتعين القيام به بنفس الروح الدولية الموحدة، إذ ندرك أن هذا الأمر يتطلب أن نطور ونكيف جهودنا لمحاربة خلايا داعش النائمة وإزالة الألغام، فضلا عن بحث سبل معالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة الإدماج، وأنه من المقلق بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة ككل، حيث تقع المسؤولية علينا جميعا للقضاء عليه بطرق فعالة تتميز بالمرونة قادرة على إحباط طموحاته وتجفيف منابع تمويله وضمان عدم عودة أفكاره وأفعاله بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف وتمهيد الطريق للتعافي وإعادة البناء والاستقرار. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره. وخلال استقباله رؤساء وزراء لبنان السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، شدد سلمان على أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي. وفي اتصال هاتفي مع أكسترا نيوز، أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة أن اللقاء مع الملك سلمان استعرض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، مشيرا إلى أن العاهل السعودي أكد ضرورة الحفاظ على اتفاق الطائف. كانت أيضا فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز
سيادة استقلال لبنان وقرار الفرق والتمكين دولة لبنان من أن تفصل سلطتها الكاملة على جميع مرافقها وعلى جميع مناطقها. وبالتالي أيضا التأكيد من قبل جلالة هي على أهمية التأكيد على أهمية الاستمرار وصيانة اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان والذي يؤكد على العيش المشترك بين كل مكونات لبنان. صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم الحديدة في اليمن لستة أشهر إضافية. كان مجلس الأمن قد أصدر قرارا بنشر مراقبين دوليين لتنفيذ اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في محادثات السويد برعاية أممية. اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بالتهرب مجددا من تطبيق اتفاق ستوكهولم. وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إن المناقشات في اجتماع اللجنة مع ممثل الحوثيين وبحضور الجانب الأممي تتركز على آلية وقف إطلاق النيران، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث سيتوجه الأربعاء القادم إلى صنعاء لإقناع الحوثيين بضرورة تنفيذ إعادة الانتشار. حققت القوات اليمنية تقدما ميدانيا في المواجهات مع ميليشيات الحوثي بمحافظة صعدة، ونفذت القوات اليمنية عملية مباغتة بإسناد من مروحيات التحالف العربي ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصفراء، سيطرت خلالها على سلسلة من المرتفعات إضافة إلى شن هجوم على مواقع تمركز الميليشيات شمال غربي حجة تمكنت من خلاله من تحرير تلك المواقع. جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من تسرب نفطي ضخم إلى البحر الأحمر بسبب عرقلة الحوثيين لأعمال صيانة ناقلة النفط الخام التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام. وقالت الحكومة اليمنية إن الحياة البحرية والدول المشاطئة معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة، مشيرة إلى أنها سبق وأن خاطبت الأمم المتحدة لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لناقلة النفط. أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن موقف بلاده ثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن العراق يرفض أي مشروع استيطاني في المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا والوفد الوزاري المرافق له. من جانبه أكد أشتيا أن الشعب الفلسطيني لم يستسلم أو يهزم ولن يرضى إلا بحقه. قتل 7 إرهابيين في ضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين وسط العراق. هذا وأشارت خلية الإعلام الحربي العراقي في بيان لها إلى أن القوات الأمنية العراقية عثرت بحوزة الإرهابيين المقتولين على أسلحة نارية. أفاد مصدر عسكري سوري باستهداف فصائل مسلحة بقذائف الهاون والصواريخ بلدة محردة والمحطة الحرارية بريف حماة الشمالي الغربي. وتستهدف المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب من حين لآخر المناطق الآمنة في خرق لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ووقوع أضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وبالممتلكات العامة. بعد سنوات من المتاجرة بأزمة اللاجئين السوريين، أعلنت حكومة أردوغان اتخاذها خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا تتضمن 3 محاور، هي التشجيع على العودة إلى سوريا وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب من اللاجئين الموجودين على الأراضي التركية. المزيد في سياق هذا التقرير.
بعد أن استغل أردوغان اللاجئين السوريين للحصول على دعم أوروبي، ها هو يغدر بهم كعادته دائما. أردوغان أعلن عما سماه سياسات جديدة تجاه السوريين تستهدف ترحيلهم إلى بلادهم وأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه. تصريحات أردوغان تأتي بعد ادعائه بأن بلاده حققت الأمن في أوروبا ومنطقة البلقان باحتضان اللاجئين، زاعما أن أوروبا في المقابل لم تقدم الدعم الإنساني المطلوب منها تجاه تركيا، وأن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6 مليارات يورو من أجل اللاجئين، لكنه لم يدفع سوى 2,500,000,000 يورو فقط. طوال 8 أعوام الماضية لا تزال أموال المساعدات الأجنبية الممنوحة لتركيا من أجل اللاجئين السوريين بقرار أممي غير معروف أين تنفق، حيث تدعي أنقرة أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسوريين في تركيا بلغ 7,200,000,000 دولار في 2017. وخلال السنوات الماضية استولت تركيا على 3 مليارات يورو، كما حصلت وزارة التعليم على 400,000,000 يورو من منظمات إغاثية لمساعدة اللاجئين دون أن تنفقها على مستحقيها. وشكك الاتحاد الأوروبي في حسن إدارة الحكومة التركية ل1.1 مليار يورو مخصصة للاجئين. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام أن السلطات التركية بدأت في مطالبة المحلات السورية التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في ولاية إسطنبول بضرورة التزام القانون، وفرضت وزارة العمل شروطا مشددة للحصول على إذن العمل، ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات. أطفال اللاجئين ليسوا بعيدين عن يد أردوغان الباطشة، فمع تباطؤ الاقتصاد التركي وانزلاقه في أزمات متلاحقة، فإن تدفق اللاجئين إلى سوق العمل التركي أصبح يمثل ميزة كبيرة لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية. كان تقرير صادر عن البنك الدولي أشار إلى أن تدفق اللاجئين لسوق العمل التركي أدى لانخفاض الأجور، حيث أنهم يحصلون على أجور قليلة أقل من الحد الأدنى، فيما يؤكد عدد آخر أنهم يعانون التمييز والحرمان من العمل كونهم سوريون. تمر اليوم الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، فيما ترزح تحت حكم سلطوي استغل المحاولة في ترسيخ دعائم الحكم الديكتاتوري، بينما حصد الأتراك مزيدا من تدني مستوى المعيشة مع تدهور الاقتصاد وانهيار العملة. نتابع المزيد في هذا التقرير. بمزيد من التسلط والديكتاتورية وانهيار في الاقتصاد وتدهور في العملة الوطنية، يحيي نظام أردوغان الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب المزعوم على حكمه. وبحسب الاستخبارات الغربية والمعارضة، فإن أردوغان هو من دبر تلك المحاولة من أجل تصفية خصومه. BND, CIA, alle westlichen Nachrichtendienste sehen nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die UN-Anhänger? Das ist der bequemste Weg, ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Nur mal auf die Machtbasis zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen. 3 أعوام مرت على تلك الليلة التي استيقظ فيها الأتراك في منتصف يوليو عام 2016 على أصوات الرصاص وأزيز الطائرات في أجواء البلاد، وخروج رئيسهم مذعورا عبر تطبيق على أجهزة المحمول يتحدث عن انقلاب على أركان حكمه ويطالبهم بالنزول للشوارع لصد المحاولة الانقلابية. نزل الأتراك ليلتها إلى الشوارع يظنون أنهم يحمون الديمقراطية ويصونون أركان الدولة، ولم يعلموا أنها محاولة من الدكتاتور لتثبيت دعائم حكمه بالانقلاب على كل مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لتعيش تركيا منذ هذا التاريخ وإلى اليوم في سلسلة من التوترات السياسية التي جعلت حالة عدم الاستقرار هي أهم ملمح للوضع بالداخل، خاصة في ضوء غياب الأمن
وتراجع أداء الاقتصاد والعنف الداخلي. وعلى الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي مكنت أردوغان من الإمساك بمفاصل البلاد بعد أن عدل الدستور واستولى على السلطات وسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على مجمل المسرح السياسي، إلى أنه أخفق في تحقيق توافق سياسي داخلي أو إنجاز تنمية اقتصادية تساعد على استقرار نسبي أو إتاحة فرصة للتعددية السياسية. وبات الأتراك يشكون من تآكل القدرة الاقتصادية في ضوء التراجع الملحوظ للمؤشرات الاقتصادية بالبلاد وانحصار الاستثمارات الأجنبية وتدهور قيمة الليرة التركية وارتفاع الديون ونسبة التضخم، في ظل سعي أردوغان نحو إخضاع المؤسسات الاقتصادية ومن بينها البنك المركزي لسلطته. وتحولت الدولة التركية إلى سجن كبير لمعارضي أردوغان الذين زج بهم في المعتقلات وفصلهم من أعمالهم وانتهك كل القيم وحقوق الإنسان من أجل بقائه في الحكم ولو على دماء وأشلاء شعبه. وردنا الآن هذا النبأ العاجل حضرة السادة المشاهدين، حيث أجرى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكس لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اليونانية. وأكد الرئيس خلال الاتصال على قوة العلاقات بين مصر واليونان وما تشهده من تطور وزخم متزايد على مختلف مستوياتها، سواء في إطارها الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثية التي تجمع مصر واليونان وقبرص، معربا عن التطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليونان إلى آفاق أرحب. كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي قدم خلال الاتصال الدعوة لرئيس الوزراء اليوناني لزيارة القاهرة، سواء في الإطار الثنائي لبحث أوجه التعاون بين البلدين والتشاور تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تجسيدا للزخم السياسي المصاحب لتلك الآلية. من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي على تهنئته بالفوز في الانتخابات اليونانية ورئاسة الحكومة، مؤكدا اعتزازه بصداقته لمصر وحرصه على تعزيز العلاقات مع الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وكذلك أكد على اعتزازه بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط. كما ثمن رئيس الوزراء اليوناني خلال الاتصال على جهود مصر تحت قيادة السيد الرئيس في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن تلك الجهود حققت الاستقرار والأمن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك للقارة الأوروبية. وبالعودة إلى الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، منذ ذلك الحين واعتقلت السلطات التركية مئات الألاف من المواطنين بينهم ضباط وجنود في الجيش بتهمة الانتماء لحركة فتح الله جولان الذي يتهم رجب طيب أردوغان بتدبير المحاولة. المزيد في هذا العرض. انتهاكات أردوغان. منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 اعتقلت السلطات التركية أكثر من 750 ألف شخص، حيث تم سجن أكثر من 77 ألف شخص، كما تم اعتقال أكثر من 300 صحفي، كما يوجد أكثر من 700 طفل في السجون التركية. وبحسب الأرقام الرسمية فقد فصلت السلطات التركية أكثر من 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش بتهم تدبير محاولة الانقلاب المزعوم، بينهم أكثر من 15 ألفا من الجيش التركي بينهم ضباط كبار ورتب مختلفة.
كما حققت السلطات مع أكثر من 6000 ضابط وعنصر في الجيش التركي، في حين تم فصل أكثر من 4000 قاض ومدعي عام عن العمل، وخضع أكثر من 400,000 شخص لتحقيقات جنائية. وأعلنت منظمات دولية وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، في حين تقدم أكثر من 500 شخص ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب. وسجنت السلطات التركية أكثر من 500 محام، كما رفعت دعاوى قضائية ضد 1400 محام. وقرر عشرات الألاف من الأتراك الهروب خارج البلاد بسبب القمع. واستولى نظام أردوغان على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية، كما أغلق 2300 مؤسسة تعليمية وأكثر من 180 مؤسسة إعلامية و30 دار نشر وأكثر من 40 مؤسسة صحية و15 جامعة. انتقدت دول غربية وجماعات حقوقية حجم الحملة الأمنية، مؤكدة أن أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب المزعوم ذريعة لاستهداف المعارضة. وافقت محكمة تركية على طلب تسوية إفلاس تقدمت به مجموعة شهيرة موزعة لماركات عالمية معروفة بسبب سوء أوضاعها المالية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والسياسات الخاطئة لنظام أردوغان. وبعد الجلسات التي نظرتها المحكمة منذ تقديم طلب المجموعة لها، تأكد لها أن الشركة المذكورة تعاني حاليا ضائقة مالية لتقرر منحها مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وهيكلة ديونها. وكانت وزارة التجارة التركية قد كشفت عن إغلاق أكثر من 15,000 شركة محلية وأجنبية في البلاد خلال عام 2018. انخفضت قيمة الصادرات التركية بمقدار ملياري دولار في يونيو الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018. وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك، فأن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وانخفاض الطلب المحلي جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد كانت سببا في توجه السوق إلى التصدير. ذكرت وسائل الإعلام التركية أن نظام أردوغان استولى على 885 شركة وحولها إلى صندوق تأمين الودائع الحكومي منذ محاولة انقلاب المزعوم عام 2016. وتنتشر الشركات في 38 مقاطعة من أصل 81 محافظة في تركيا، وتمتلك أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات دولار، ويعمل بها أكثر من 44,000 موظف. رجحت مجلة فورين بوليسي أن سلسلة العقوبات الأمريكية ضد تركيا بعد استلامها الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 تشمل حظر إصدار التأشيرات للأتراك وفرض قيود على صادرات الأسلحة التركية وحظر الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية. وأشارت المجلة إلى أن استلام تركيا منظومة S-400 يتعارض مع مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلات F-35، لافتة إلى قرار البنتاغون تعليق تدريب طيارين الأتراك، بينما يهدد الكونغرس بطرد تركيا تماما من البرنامج. بحسب فورين بوليسي، فأن السيناريو الأسوأ لأنقرة هو فرض عقوبات مختلفة عليها من قبل الولايات المتحدة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. رجحت وكالة بلومبرج الأمريكية تراجع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عندما يعلن وزراء خارجية الاتحاد تعليق معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة. وبحسب بلومبرج، فإن الاتحاد الأوروبي بصدد تخفيض المساعدات المالية وتجميد المفاوضات بشأن اتفاق الطيران وفرض عقوبات على الشركات العاملة في استكشاف الطاقة قبالة السواحل القبرصية. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن منح واشنطن تأشيرة زيارة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يأتي بسبب واجباتها تجاه الأمم المتحدة. وأشار بومبيو إلى أن تحركات الوزير الإيراني ستكون محدودة للغاية داخل مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. وأضاف بومبيو أنه سيتاح لظريف ووفده التنقل بين مقر البعثة الإيرانية ومنزل السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة.
أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل أشارت موغريني إلى ضرورة مواصلة العمل سويا لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، لافتة إلى أن آلية التعامل المالية مع إيران مفتوحة لمشاركة دول أخرى. المسائل المتعلقة بإجراءاتنا المشتركة وضرورة توفير المزيد من التمويل لصندوقنا، لدينا 209 مشاريع مقترحة بقيمة 4 مليارات يورو لدول الترانزيت ودول الاستقبال المهاجرين، وأيضا إنقاذ الأرواح في البحر وفي الصحراء. هذه الأموال أوشكت على النفاذ، وطلبنا من الدول الأعضاء أن تتعهد بمزيد من التمويل لبدء مشاريع جديدة وبرامج جديدة في دول المنشأ ودول العبور، وإلا فإن هذا التعاون سيتوقف، وبالتأكيد هذه خطوة ستعيدنا إلى الوراء ولا سيكون لها تبعات سلبية بالنسبة لدول المنشأ والعبور، ونأمل أن نكون ثابتين في هذا الاتجاه. قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن الوقت لا يزال متاحا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف هانت لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية. قال وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان أنه يجب على أوروبا أن تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف لودريان قرار إيران بتقليص التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي بمثابة رد فعل سيء على قرار سيء. أكدت هولندا وألمانيا ضرورة التزام إيران بشروط الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن الدول الأوروبية تحاول تخفيف التوتر بمنطقة الخليج العربي. من جهته قال نائب وزير الخارجية الألماني مايكل روث إنه يجب على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي لتحقيق الأمال الهادفة إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي. دعت إيران الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها خلال مهلة الشهرين التي منحتها طهران لها مؤخرا، مشيرا إلى أن الهدف من قرار تقليص الالتزامات النووية هو أن تعود الأطراف المعنية للعمل وفق مسؤولياتها. انتقدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تصريحات على تويتر عن مجموعة من عضوات الكونغرس الديمقراطيات. وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء إن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى أولئك النساء غير مقبولة. كان ترامب طلب من تلك المجموعة العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئنا منها، على حد تعبيره. حذر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند من أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق قد يضع بريطانيا تحت رحمة فرنسا، في إشارة إلى ميناء كالي. ولفت هاموند إلى أن الجانب الفرنسي بإمكانه أن يتحكم في تسريع أو تخفيض وتيرة تدفق السلع، مضيفا أن بريطانيا بإمكانها أن تتأكد من التدفق الداخلي للبضائع عبر ميناء دوفر البريطاني بدون أي خلاف، غير أنها لن تتمكن من السيطرة على التدفقات الخارجية للبضائع في الميناء الفرنسي.
أبدت أورسولا فون دير لاين المرشحة لشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية استعدادها لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولفتت السياسية الألمانية إلى أنها ستدعم تمديد إضافي لبريكزيت يتجاوز الموعد النهائي المحدد إذا تم توفير أسباب جيدة، مضيفة أن اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا هو الأفضل والمحتمل الوحيد لإتمام عملية انسحاب منظم. أعلن الأمين الروسي ضبط خلية لتنظيم داعش الإرهابي في مقاطعة روستوف جنوب البلاد. وجاء في بيان صدر عن الأمن الروسي أن الخلية الإرهابية تضم 3 مواطنين روس خططوا لعمليات وهجمات ضد رجال الشرطة. وأشار البيان إلى أن زعيم الخلية أطلق نيران على رجال الأمن أثناء محاولة وقف سيارته، مضيفا أن تبادلا لإطلاق النيران أسفر عن انفجار عبوة ناسفة كانت داخل السيارة ما أدى إلى مقتل الإرهابي، كما تم اعتقال عضوين آخرين في الخلية. وقع ما لا يقل عن 12 من مسلحي حركة طالبان بين قتيل وجريح في عمليات أمنية شنتها قوات الأمن الأفغانية. وأعلن الجيش الأفغاني مقتل 5 مسلحين خلال دورية لقوات الأمن بإقليم بكتيا، إضافة إلى إصابة 5 آخرين خلال العملية ذاتها، فيما قتل 2 من طالبان خلال عملية منفصلة في إقليم غزني. كما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من إبطال 11 عبوة ناسفة عثر عليها أثناء العمليات الأمنية. قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن المحتجين الذين شاركوا في الاشتباكات الأخيرة مع الشرطة يمكن وصفهم بأنهم من مثير الشغب، معربة عن تأييدها للشرطة في تطبيق القانون. يذكر أن هونغ كونغ شهدت خلال الشهر الماضي سلسلة من الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، فيما تم تعليق مشروع القانون. قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن أن ما تردد عن اتهام طوكيو لسول بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ من خلال تصدير سلع محظورة يعد تحديا خطيرا لبلاده. وحذر مون من أن قيام اليابان بفرض قيود على صادرات مواد تستخدم في معدات التكنولوجيا المتطورة إلى كوريا الجنوبية سيلحق أضرارا أكبر بالاقتصاد الياباني، كما حث طوكيو على العودة إلى طاولة المحادثات. مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جايكوب زوما أمام لجنة للتحقيق للرد على شهادات تتهمه بنشر الفساد أثناء تولي منصبه. ويشتبه بأن الرئيس السابق لجنوب أفريقيا منح بطريقة غير قانونية عقودا سخية وامتيازات لا تستحقها إلى عائلة تخص رجال أعمال هنود عرف بقربه منها. استضافت الجامعة العربية فعاليات الدورة العادية 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي للتحضير لاجتماعات وزراء الإعلام العرب. وخلال ترأسه أعمال اللجنة دعا خالد الغامدي المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السعودية، دعا إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. وتعكس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اهتمامات وانشغالات المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة، ولا زالت تحتل الصدارة بالنظر إلى أمن واستقرار وتنمية المنطقة. ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التي لا زالت تشكل القضية المركزية، والتهديدات الإرهابية وموضوع تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه المواضيع تمثل أولويات استراتيجية الإعلامية العربية، إضافة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي إلى مستوى أعلى شكلا ومضمونا ليواكب التطورات التكنولوجية السريعة في هذا المجال، وليقوم بالمساهمة الفعالة في برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية. يحتفل العالم في 15 يوليو كل عام باليوم العالمي لمهارات الشباب. ومنذ أن تولى الرئيس السيسي تولى مقاليد الحكم
عملت الدولة على إيلاء الشباب كل الاهتمام والدعم في جميع المجالات. اهتمام لا تخطئه عين كان تحرك الدولة في التعامل مع ملف الشباب الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية متقدمة في برنامجه منذ تولي رئاسة البلاد. فالاهتمام بتجهيز الشباب لسوق العمل جاء انطلاقا من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ثم انطلقت فكرة مؤتمرات الشباب تحت شعار أبدى انطلق لتؤكد تبني الدولة لفكر جديد يتيح الفرصة للشباب لتعبير عن أفكارهم وآمالهم، ولتتحول تلك المؤتمرات خلال السنوات الماضية لملتقى للحوار ومسرح للفنون والمواهب ومنصة لتتويج الشباب المتميزين والمبدعين. كما قرر الرئيس السيسي إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. ولم تتوقف الدولة عند ذلك، بل بذلت جهودا كبيرة في دعم وإنشاء المشروعات الصغيرة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وإيجاد متنفس جديد من أجل زيادة الدخل القومي بضخ نحو 37 مليار جنيه لتمويل حوالي 2,800,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، الأمر الذي وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل. وإلى جانب ذلك توسعت الدولة في ضوء استراتيجية التنمية الشاملة إلى إنشاء المدن الشبابية وتطوير مراكز الشباب وغيرها، في ظل إدراك حكومي بأن الشباب هم أهم ما تملك مصر التي يتعدى قوامها السكاني من الشباب 60%. وفي هذا الخبر العاجل نشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للدور الذي تطلع به غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة. من جانبه أكد المسؤول الأمريكي مدى خصوصية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما أشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام. جاء ذلك خلال لقائه وزير المالية للاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العام المالي 2019-2020. وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرا تحسنا ملحوظا في أدائه، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا الصدد. أعلنت وزارة الداخلية جهودها في حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على المال العام، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت خلال شهر في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، ونجحت خلال شهر في ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو. اشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام،
وتسهيل الاستيلاء عليها، وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركي. فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم في الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام الفوركس، مما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. في مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه. وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر من ضبط عدد 5094 قضية بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في فحص وضبط عدد 857 قضية تهرب ضريبي على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وكذا عدد 500 منشأة تهرب ضريبي من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه. كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبي واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية. كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركيا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات السياحية والتريبتك المخالفة لشروط الإفراج الجمركي. فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد 234 قضية، تم التصالح في 196 قضية. كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ الأحكام بضبط عدد 3438 قضية، وتم التصالح في عدد 733 قضية منهم قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق، وما للجاني إلا العقاب والردع. عاشت مصر آمنة. قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة إن مصر تستهدف وصول استثمارات مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة إلى 55 مليار دولار خلال 15 عاما. وخلال استقبال الفريق مميش قيادات وكبار الإعلاميين الأفارقة برفقة هشام عصران نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أكد مميش أن تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة تشهد تقدما في تنفيذ العديد من المشروعات، حيث وصلت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على استثمار رئاستها لمنظمة الاتحاد الأفريقي في مواصلة بناء جسور التكامل والشراكة مع كافة الدول الأفريقية.
حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجمهور الجزائري الذي حضر إلى القاهرة لمؤازرة محاربي الصحراء، ورفعت الأعلام الجزائرية احتفالا بنصر ثمين تحقق في اللحظات الأخيرة في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وسط توقعات الجماهير بالتتويج بلقب الأميرة السبراء. هذه الجماهير جاءت من بلد المليون شهيد لتشجيع منتخبهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فكان الفوز حليفهم وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل بمواصلة المشوار للنهاية. تجمع الجمهور الجزائري عقب مباراتهم مع المنتخب النيجيري احتفالا بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية. نشكر مصر وأهل مصر على صح حسن الضيافة، وإن شاء الله نردوا لهم هذا الجميل. إن شاء الله يا ربي ما حد يزير فدا بإذن الله. هنا يطلع علامنا هنا بإذن الله. 1-2-3 في فالرجيري، وشكرا مصر على أفضل تنظيم. فور انتهاء المباراة تعالت الهتافات ورفعت الأعلام الجزائرية احتفالا بنصر غال تحقق في اللحظات الأخيرة في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2 لصالح محاربي الصحراء. ألف مبروك للجزائر. ألف مبروك المنتخب الجزائري، وإن شاء الله اللقب يبقى هنا في القاهرة وندوه معنا للجزائر وندوه كحلوشة معنا ويشجع الشعب الجزائري. 1-2-3 في فالرجيري. وهذا الفوز هذا راه جاب شق النفس وما سرقناهش، وان شاء الله العقوبه للمونديال وكثر خيركم بزاف بزاف. للمره الثالثه سيتواجد الجزائريون في نهائي الكان من اجمالي 17 مشاركه بعد بلوغهم النهائي في دورتي 1980 بنيجيريا و1990 بالجزائر التي توجوا فيها بلقبهم الوحيد، على امل تحقيق اللقب الثاني يوم الجمعه القادمه على استاد القاهره الدولي امام منتخب السنغال. حافظ النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد تتويجه بلقب بطولة ويمبلدن أمس الأحد على حساب غريمه روجر فيدري، وشهدت المراكز العشر الأولى ثلاثة تغييرات، حيث دخل دانيال ميدفيديف قائمة أول 10 لاعبين للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. حافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي للتنس السيدات، وذلك على الرغم من خروجها المبكر من بطولة ويمبلدون. تقدمت الرومانية سيمونا هاليب ثلاثة مراكز لتحتل التصنيف الرابع عالميا عقب تتويجها بلقب ويمبلدون، بينما صعدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا مركزا واحدا لتحتل التصنيف السابع عالميا عقب وصولها إلى نصف نهائي البطولة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد غدا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. ختام هذه النشرة نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أعضاء البرلمان الليبي يؤكدون أهمية وحدة وسيادة ليبيا على كامل أراضيها. الرئيس الانتقالي بالسودان يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المباحثات مع قوى التغيير. ومجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم الحديدة في اليمن لمدة 6 أشهر إضافية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. قدمناها لكم دينا زهرة وحسام حداد. دمتم في أمان الله سالمين.